تقدم لكم شركة بروج العقارية فرصة للاستثمار في تركيا، وذلك من خلال مشاريعها السكنية الاستثمارية، وانطلاقا لمزيد من التميز وبفكر استثماري عالي في المجال العقاري الفندقي. يطل عليكم مشروع بروج دريم بارك الذي يقع في منطقة يومرا، الوجه الحديث لعروس الشمال التركي، مدينة طرابزون، حيث تقام فيها أكبر المشاريع العقارية السكنية منها والتجارية وأكبر الفنادق العالمية، حيث يبعد المشروع عن شاطئ البحر فقط 300 متر، وعن مول جواهر وفندق النفوتيل 5 دقائق فقط، ويبعد عن المطار 10 دقائق فقط، ويمكن الوصول لمركز المدينة في 10 دقائق، وإلى جنة الله في أرضه قرية أوزنجول في 40 دقيقة فقط. تفاصيل المشروع: مساحة الأرض للمشروع 6900 متر مربع، يتكون من 3 أبراج سكنية مطلة على البحر، كل برج يتكون من 10 أدوار بمجموع 100 شقة، كل دور يتكون من 3 شقق مطلة على البحر ومطلة على الطبيعة. تختلف الوحدات السكنية وتتكون من نوعين: النوع الأول 3 غرف نوم وصالة و3 حمامات ومطبخ وعدد 2 بلكونة، مساحة الشقة 170 متر مربع. النوع الثاني 1 غرفة نوم، صالة مع مطبخ أمريكي، حمام، بلكونة بمساحة 10 متر مربع، وإجمالي مساحة الشقة 85 متراً مربع. المميزات في المشروع: ما يميز المشروع بالدرجة الأولى إطلالتها السحرية على البحر والطبيعة، صالة جيم ولياقة، حمام تركي، مسجد خاص بالمجمع، مواقف سيارات مغلقة، موقف لكل شقة، جلسات خارجية مميزة، ملعب كرة سلة وقدم، شلالات صغيرة، ألعاب أطفال، مساحات خضراء، ممشى خاص بالمجمع، بوابة للمجمع وحراسة أمنية وكاميرات مراقبة، مصعدين لكل عمارة، صالة اجتماعات، ميني سينما، غرفة اجتماعات للمجمع، على 4 شوارع قريبة من شوك ماركت، محطة تشيل، وكافة الخدمات الأخرى، 5 دقائق عن جامعة أوراسيا، 5 دقائق عن مول جواهر، مقابل مرسى اليخوت وشاطئ يومرا. مميزات الشقق: تتميز الشقق في مشروعنا بالتالي: دولاب مطبخ، دواليب دورات المياه، باركي، سيراميك درجة أولى، شفاطات في دورات المياه، توصيل الماء الحار لكافة دورات المياه. ما يميز المشروع أكثر أنه يمكن الشراء والاستثمار للشقق عن طريق تأجيرها من خلال شركة رحال للسياحة بعوائد تصل إلى 12%. بروج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار.